تويسه ما عادش يسيهم يحرقوا له، توا تويسه يسيهم يحرقوا الافريق، يعيشوا في الجانجل مع السيوده. شكون هيك؟ شكون يشد قبل وشكون يستعد قبل؟ اليوم نحكيو على الوضع العام اللي نعيشوا فيه، نحكيو على معيشه المواطن. شحوال المواطن مازال يقدر؟ المواطن مواطن في تونس تسحق، معناتها المواطن في تونس تسحق، معناتها مع ابسط ابسط الحاجات ما عادش يخلط عليها. مش نحكيو على المعيشه، نحكيو على ابسط المرافق، معناتها حتى في الخدمات. في الخدمات معناتها تشوف انت البلاد اليوم ولينا ضحكه. اليوم فما بلدان كنا نضحكوا عليهم ولا هم يضحكوا علينا. اليوم ما عاد شيء يتخبى في العلامه، معناتها اللي يصير في تونس يعرفوه في المغرب، واللي يعرفوه في المغرب يصير موجود في المغرب نعرفوه نحن، وفي الجزائر وفي مصر، وفي معناتها نحن نشوفوا فيهم وهم يشوفوا فينا. توا كي تتلفت كيف جنبي يا بابا تشوف العبيد كيفاش ماشيه جايه، تشوف العبيد كلها هايمه ماشيين هكاك على الوجه الارض، علاش به؟ بالطبيعه عيد وعيد، الناس استنسفت رمضان، مصروف رمضان وعيد، فما ناس تخمم على صغار. انا واحد من الناس تخمم على صغاري اللي ابار العيد ابار كل شيء ابار المعيش، صغاري ما يقراوش. انا اليوم عاملين ولا معناتها محسوب شطر سيزون بيضه تعديو ضعاف، صغار تعديو ضعاف، السنه كيف كيف، ما نعرفش العام الجاي شنو كيفاش يتعديو يقراو. اليوم معناتها النقابات هي اللي تحكم، هي تسير في البلاد، حاكمين على الصغار باش يقعدوا في الدار وياخذوا هما الشهاري. مانيش عارف بالضبط، معناتها ما فماش دولة، ما فماش مش حتى الدولة ضعيفة، كي نقولوا الدولة ضعيفة معناتها فما دولة أما شنو مش شادة للكل، أنا نقول ما فماش دولة جملة، غياب تام للدولة. فما ناس هذوما ناس اليوم شادين البيروات، بهرج هزني جيبني أطلع أهبط. المواطن ما يخمم، حتى يخمم على روحه هو. تو انت محمد انت بالحق، تو نحن في الوقت ذا نستناو في دوله ولا حكومه ولا معتمد ولا والي باش يخمم في مواطن. يدي المواطن فما والدين ما تخممش على ولادها، مش باش يستنى شكون يخمم عليه. فما والدين ما يخممش على ولده، فما ابوه ما يخممش على ولاده، فما خوه ما يخممش في ولده، تعشى ولا ما تعشاش خم عليه رئيس الحكومه ولا الغنوشي ولا الشاب التونسي. تو يقول لك انا نحب نعرس، نحب نعمل دار. سهله تو في الوقت هذا الشاب التونسي يعمل دار ويستقر هوني في بلاده من غير ما يمشي بلاد الغربه، يمشي للموت ويمشي في بلاد الغربه باش يمشي شنو باش يلقى؟ بلاد الغربه معناتها قاعد يستقام يستناو فيه ومحضرين له دار غادي ومراه وعروف. حتى هوني دار قداش تكلف؟ يكري هنا حتى يخلط يكري، وحد باش يخلط يعمل دار. واحد يحب يعمل دار، انا عندي فلوس حب نعمل دار، قداش تكلف لي فلوس؟ حب تعمل حب تبني دار انت؟ باهي دار يزمك 100 دار يزمك اقل حاجة 100 متر تراب، متر تراب 900 مليون هذوما 100 مليون باهي، فقبل السيمان والحديد والبناء 100 مليون تراب. الدار باش تطلعها شكارت السيمان بقضية ب 11000 ولا ب 12000، ها هذوما شوف قداش يزمك مشكارت السيمان، حاسيلو انت يزمك 300 مليون باش تعمل دويرة. معناتها مسكين الشاب التونسي باش يعمل دار 300 مليون وبعد باش يعرس ومصروف العرس. يا ولدي توا التوانسه ما عادش يسيهم يحرقوا الاوروب، التوانسه ما عادش يسيهم يحرقوا الاوروب، توا التوانسه يسيهم يحرقوا الافريق، يعيشوا في الجانجل مع السيوده. شكون هيك؟ شكون يشد قبل وشكون يستعد قبل؟ معناتها توا الشاب التونسي باش يعمل دار وعرس تكلف له جمله 500 مليون. ينسى هذا باش يعمل دار وعرس، ينسى اخذ لي يجيب مراه ويتفاهموا معاها من الاخ، باش يقول لها باش نبيتوا كاميون في الدار، باش نبيتوا كدس ولا كاميون في الدار. هذا باش دار ولا كاري ولا فهمتني خويا؟ للي ما يعرفش معناتها قدس وش معناتها كاميون؟ هذه كيما يبيتوا في الحبس، لوطه تاع عزليز خويا باهي، بيتوا كيما في الحبس، باش بيتوا ام وبو في شيره وهو ومرته في شيره وبرا كيك. حتى انا نجيب الصغار، شوف عاد كيف يجيهم الصغار معناتها في بيته صاله هو، انا دي اعمل دار هذيك كلام. الدولة باش يكري ب 700 دولار. الشاب التونسي من حقه يعيش لاباس عليه. كيفاش يعمل باش يعيش لاباس عليه؟ يعيش مستور. والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. اش بدلك السؤال؟ باهي اش بدلك السؤال؟ لحظة بس، نعطيك سؤال آخر يا باب، اسمع. علاش لاحظناها العروس ديما في ليلة العرس نتاعو تلقاه متصدر مغصور وجهه أخضر؟ عليه؟
اسمع، اللي معاش نهارين ذوكم يستغربها عليش ما. اما بالحق لا هي ستريس، لا هي لا مش لا لا مش 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 يخاف في الكلى، هي ستريس نتاع بيريود العرس. نحكي تو اختنا متفليك الفتره ذيك 4 5 ايام جمعه نتاع العرس راهو ستريس، واحد راهو يتعب ويبدا يحب يقف على كل شيء، ما يحب حد شيء يفوت وتسمع فيه. دونك ما معناتها ستريس عاديه على الاخر تتعدى بعد نهار عرس تتعدى ستريس هذيك. اما اختنا متفليك تو اللي يحب يعرس بالرسمي يا خويا يمشي يخدم على روحه، ويعرس ويعرس اذا كان يحب هو يعرس يعرس راه اللي يحب يعرس يعرس تسمع في اللي يحب يعرس راه يعرس يعرس سهل سهل ويحب يعرس. شكون لك انا يحب يعرس راه يعرس من العبيد هذيا كل شنو سرقه المعرسين. باهي سامحني، كي تجيك امراه تتشرط عليك تقول لك نحب صيغه بيضة صيغه صفرة ونحب الدار ونحب كهرباء، كيف صيغه بيضة صيغه صفرة هاك الفالس معانا، جيب لها الفالس صيغه صفرة والفالس صيغه بيضة وبركيك عتصاور هي تحب هم عتصاور. كي تجي مرات تدل عليك تتشرط تقول لك انا ما نعرس بيك الا ما تجيب لي صيغه بيضة وصفرة تمشي تجيبها لها. وعلى شنو باش تتشرط؟ على شنو باش تتشرط؟ هذا دق راجل. نحن شعب بعيد على دين، اسمع فيا، شعب بعيد على دين، مش باش معناتها باش نزايد على العباد في دينه وكل شيء، اما هذيك الحقيقه نحن شعب بعيد على دين، ولكن ترجع العباد لدينه تو يعرسوا من عمرهم 22 و23.